اهلا، ازيكم؟ انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله انتوا كويسين، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي احنا بنصور المقارنه بتاعه لعبه مينيون راش ما بين لعبه توم جولد وما بين لعبه ثانيه واحده وما بين لعبه توم هيرو. انت يا عم، انا مش هلعب، انا مش هلعب ما بين لعبه توم هيرو دلوقتي. يلا بينا هنقول المقارنه، هنبتدي لعبه توم جولد، هنقول الحاجات الموجودة، هنقول الحاجات الموجودة هنا. يلا بينا هنشوف مين أفضل لعب. دلوقتي هنقول الحاجات الموجودة في لعبة توم وفي لعبة المينيون راش، هنقول ايه الشخصيات الموجودة هنا ومين الشخصيات الموجودة هنا، هل في منهم زي بعض موجودين أو في منهم مش زي بعض. يلا نبتدي بتوم. هندخل ادي توم ده، هندخل زي مينيون ديف. توم ده عامل زي مينيون ديف، يعني يبقى ندي له واحد بقى، يعني الاتنين زي بعض في منهم موجود. تعالى بقى نشوف اللي بعده، ادي انجيلا ايه. وبعديها هنقول زي عامل زي مينيون كارل ده، كارل. يبقى كده في اتنين زي بعض موجودين. يلا نشوف الباقي، زي هانك، هانك المتكلم. هنشوف عندنا مين تاني، جيري. ده جيري اهو، ايوه هو عامل زي جيري بالظبط. ايوه ادي جينجر. يلا بينا. يلا بينا. هو عامل زي ميل بالظبط. ايوه هو زي ميل. ايوه ادي بن المتكلم. هنقول بن ده عامل زي مين ده، زي ستيوارد. ده بقى توم المتكمل ده بقى توم المتجمد بقى. نشوف زي مين بقى، هو عامل زي سترة العطلة اهو. بص ادي بيكا بقى، هنشوف دي عاملة زي مين بقى. يلا بقى نشوف، عامل زي بوب بالظبط، عامل زي بوب. يلا بقى ونشوف ايه. يلا بقى نكمل. ادي هانك هواي. يلا بقى نشوف في واحد زيه بقى من المينيونز ولا لا. هو عامل زي السايح بالظبط، زي السايح. يلا بقى نشوف، يلا نكمل. يلا كده خدوا كام نقطة كده. في بقى جينجر مزارع، هنشوف زي مين، عامل زي مينيون المزارع. يلا كده بقى في حاجات زي بعض عندهم. هنشوف هل لعبة المينيونز عاملة زي لعبة توم جولد ولا مش زي ران جولد ولا لا، ولا في أزيد من كده ولا ايه بالظبط. يلا في بقى معانا انجيلا نيون. يلا نشوف بقى في حد زي في مينيونز لابس زيها بالظبط. يلا ادينا بنشوف بقى، ادينا بندور، ادينا بدور معاكم. لا مش تولنت، لا ربي يبقى فيه، مفيش، معرفش، عارف اللي انا بقوله ده. يلا نكمل، يلا نكمل تدوير. بتفكروا في ايه؟ انا ما بفكر في حاجة. يلا ده هو ما فيش ولا ايه ده؟ ثانية واحدة كده، اهو ستوارت سيدة من السبعينات، ان هما زي بعض. يلا بقى نكمل. في بقى توم الديناصور. يلا نشوف في بقى مينيون الديناصور. يلا يلا بقى ياخدوا كام. في هانك عصر الحجر. يلا نشوف بقى، يلا بينا نشوف يا جماعة. كورو مينيون هو ده زي بعض. يلا بقى نشوف، كمل. انجيلا لعبة الكمباس، هنشوف في لاعب كمباس ولا نحط مين بقى. تمارين البراط. يلا لقينا توم البطل، هنشوف في مينيون البطل ولا مفيش. ثانية واحدة بس، لا مفيش. في بقى بتاع المهرجان، طب ما نشوف انجيلا المهرجان، هنشوف في بتوع المينيون المهرجان ولا مفيش. لا مفيش. في انجيلا احادية القرن اللي هو، طب تعالى بقى نشوف كارل اليونيكورن المنفوش. ايوه في يونيكورن بقى. يلا اللي بعده، في انجيلا المحظوظة. تعالى نشوف بقى،
معانا كارل الحكيم، هو ينفع لأنجيلا المحظوظة وتوم الاتنين زي بعض. يلا بقى ثانية واحدة، في حد زي بعض في الصيني بقى؟ مينيون الصيني، هو ده الصيني. يبقوا الاتنين زي بعض، قول مين زي بعض، ما تلخبطنيش. بص انا مش انا خلاص، انا قلت لكم خلاص. يلا يبقى دي هي بقت المينيون الصيني ولا كلا؟ انتوا عارفين ايه؟ توم الموميا. لقينا الموميا، لقينا ايوه. يبقى فيه في بقى في انجيلا بقى اللي هي لابسه لبس ازرق ده، هنشوف. لا برضو ما فيش، مش موجود. لا والله ما فيش. ايه ده؟ في بوب الابراج ده ينفع للمحظوظين بالظبط؟ ايوه ينفع بالنسبه ليهم. بص بوب الابراج مناسب لتوم المحظوظ، ومينيون الصيني مناسب لانجيلا المحظوظة. يلا مناسبين. يلا لقينا ولا مفيش؟ يا جماعة مفيش مينيون القرش خالص، مفيش. في سوبر جينجر، يلا بقى نشوف. هو مناسب للبطل الخارق، اقول لك البطل الخارق مناسب للمينيونز، بس ما اعرفش هما ليه في لعبة المينيونز مش عاملين ابطال خارقين كتير جدا، عاملين ده وخلاص. هنا عاملين مينيونز لعبة كرة قد كده بيلعبوا كرة، وفي منهم عاملين ابطال خارقين قد كده. في جنرال تو، يلا بقى نشوف عندنا. لقينا الفانكينج ولا يلا الاتنين زي بعض. في بابا نويل توم، يلا بقى نلاقي، يلا بقى نشوفه. في يلا بقى نكمل بقى. في الساحرة انجيلا بقى، يلا بقى نشوف نشوف. يلا في يلا في انجيلا المتزلكة. استنى يلا نشوف في مينيون المتزلك. ايوه هو ده، ايوه هو ده. في بين الحديدي، يعني كلهم ابطال خارقين. مفيش مينيون الحديدي، مفيش. في توم لعب كرة قدم، هشوف لك. هشوف. يلا في مين بيلعب كرة قدم؟ وفي رائد الفضاء توم. يلا بقى تعالى نشوف. معرفش بيقولوا اساميهم اللي ما احنا عارفين اساميهم. عادي اللعب حر. هو تقريبا تحت. انزل تحت. فوق مينيون رائد مينيون يبقوا زي بعض. يلا في الأميرة أنجيلا، تعال نشوف. تعال نطلع فوق. أيوة في الساحرة. معلش قفلت التسجيل بالغلط، أنا هدمكم فوق. في كون فو هانك، يلا تعالى بقى نشوف. ايوه في كون فو، يلا في. انت مالك وانت مالك انت؟ الرسائل اللي بتجيلي دي. يلا ستيوارت كون فو، يلا بقى زي بعض. يلا في انجيلا اقزام الكزمة، في توم الله، في توم الغطاس. تعال نطلع نشوف الغطاس فين، اللي بيغطس في المية يغطس في المية. ايوة في الغطاس اهو. بص اقول لكم على حاجة، اقول لكم بس ما تضحكوش عليا، هختار فرانكشتاين. يلا لغاية ما يعملوا لنا مينيون زومبي لغاية بعد الهالوين، يعني الهالوين اللي جاي، يعني مثلا يبقى يعني لغاية الهالوين لما يجي هيعملوا لنا مينيون الزومبي، هنقول فرانكش. طب
فوق فوق، اعلى اعلى اعلى. مينيون الاطفاء، يلا. في توم ضابط شرطة، في العميلة انجيلا، في النائب هانك، وكلهم ضباط شرطة. مفيش هنا ضباط شرطة. في بقى العميل توم، انت بتفكر في ايه؟ يلا دفة. انا الجاسوس، يبقى نخليه هو في الانجيلا الاسطورية. يبقى الفيلق، الفيلق توم راعي بقر وانجيلا راعي. تعالى نعلى بقى لفوق، اعلى اعلى هيك. تعالى نشوف في راعي بقر. ايوه في راعي بقر، ده مناسب لتوم وانجيلا. بس الغير في جينجر الكرسان. تعالى نشوف الكرسنة بقى، يلا تعالى نشوف اهل الكرسنة الوحشين. الكرسنة، ايوه في كرسان، في مينيون سوبر توم، في سوبر انجيلا. ده موجود بقى في البطل الخارق توم النشيط، في انجيلا ده بطل خارقين زبرانيا. ايه ده؟ في الملك توم. يلا بقى تعالى نشوف ده بقى. لو خسرت مرتين هتدوس مجان. يلا تعالى بقى نشوف مين مين الملك. بس ملك قزم، يعني قزم، ملك قزم. بس هو ملك أزعة. اقول لكم مين؟ ايوه بوب، الملك بوب. ايوه مقارنة. خد اليومية، خد خد. في بقى هانك، في هانك بابا نويل. يلا في هانك، في هانك الارنب. ايه ده هانك مين؟ اللخبطة ده بين الارنب. يلا تعال نشوف الارنب، الارنب اللي بينط ده. ايوه في الارنب. يلا في هنا باتمان، في جينجر باتمان هنا، وفي بتاع باتمان جولد. يلا هياخدوا نقطة. الأغاني أهي سبحان الله. تعالى بقى نشوف هانك، هانك الهوائي. أعتقد مش هيبقى فيه في لعبة المينيونز كده. تعالى نشوف التوم، أدي توم سمكة القرش. ده توم العادي بتاع الخوذة، ده بتاع التلج، قطع أوراق الشجر. أيوة احنا عارفينه مين، مين اللي بيزن كل شوية؟ بيدو. أيوة في بيدو، بيدو في بتاع أدغال أهو. تعالى بقى نلاقي مين 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 الأدغال اللي بيشوف. أيوة الأدغال أهو لقيناه، اللي لابس أبيض ده. معرفش ده مش انجيلا، ادي لابسه موف، وانا مش عارف موف ده ايه ده. ايوه ده عادي وده عادي، دي بتاعت النار. مفيش النار، ايه ده؟ حاسس ان بطلة خارقة. كلهم في كحل، في كحل. ادي فيه بتاع النحل. استنى 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 ثانية واحدة كده. وفي زي النحل، انا كل مرة بقفل التسجيل بغلط. بص انا هبعده عني عشان مقفلوش بغلط. في بتاع ورقة الشجر، تعال نشوف في حد بتاع لابس ورق شجر ولا مفيه. وفي الربيع، يلا في مينيون الربيع. يلا نكمل. يبقى كده خلصنا الفيديو، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل معاكم كل جديد. يلا باي باي، مع السلامة. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. يلا مع السلامة. وعدتكم ان انا هعمل فيديو عن المقارنة بتاع تلات العاب. ايه ده؟ مع السلامة. ايه انا نسيت حاجة. زي في نشفات الموز. يلا اخر حاجة وبعدها يكون فيديو اتي شفات الموز. وفي هنا المغناطيس، ايوة في هنا المغناطيس. وفي في هنا الطوم بتاع بطل الخارق برضو مغناطيس، برضو مغناطيس. وفي هنا شعر متجمد مش موجود عند اي حد، موجود في لعبة المينيون وبس. وفي بقى درع المينيون مكان الخوذة،
ومكان الدرع بتاع توم هيرو. يلا فين؟ ام قطعة الموز موجودة في لعبة المينيون، مش موجودة عند اي لعبة. وادي المينيون العملاق مش موجودة برضو. متنسوش تشتركوا. بصوا يا جماعة، ادي الصاروخ ده الطيارة، ادي بقى اللي بيعلي لك النقط، وادي اللي يكون المنفوش، ادي القمر. المينيون زي انجي. باي، مع السلامة. دلوقتي هنفتح الشطار، هنشوف مين المركز الاول. واحد اتنين تلاتة. ايه ده؟ مينيون راش هو اللي فاز. ايوه، ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك. يلا باي باي، مع السلامة.